السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا. يوم جديد وحلقة جديدة، وازاي تلم الزغاليل بتاعتك مجموعة واحدة. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهاردة إن شاء الله اللي احنا هنتكلم فيهم حتة لو أنا عامل طريحتين زغاليل. طيب عندي طريحة أكبر من الطريحة الثانية، يعني أنا عندي الطريحة دي اللي هي أول طريحة أنا أطلعها، وعندي كام زغلول في المصطبة دول. ابتديت اللي أنا أفتح لدولت وابتدي اللي أنا أصنع الحمام ده في قلب بعض، أو اللي أنا ألم الحمام ده في قلب بعض. قبل ما تلم الحمام ده خد بالك من النقط اللي أنا هكلمك فيها دي، عشان دي أساسيات قبل ما تلم زغلول. كان في مثلا فايدة حامي أهو، كان تقيل على الظهر، كان بيحط بيهبد نفسه على الظهر. مره في مره ابتديت اللي انا امسح مره في اليوم، لغايه ما الحمام ده اتبرم معايا وجسمه خف، ما يجي يحط كده بيحط على طراطيف صابع. دي الزغاليل الصغيره. طول ما الحمام شوط وانت شايف اللي هو التشويط بتاعه بقى يبعد بعيد عن مكانه، وعارف وهو جاي بيطبق صميمه، وعارف هو بيحط فين، ما بيجريش على اي حمامات. يعني الزغاليل لما بتشوط هي عارفه هي مفزوعه منين، وبتلم نفسها على مكانها. يعني بتيجي على الحطه بتطبق صمايمها وبتيجي تحط في مكانها. لكن في زغاليل بتيجي تشوط ممكن لو لها اي حمامه معديه تلاقيه يسح وراها، وممكن يطلع يركب في اي حته. ادام الزغلول خد كفايته من التشويط بتاعه وانت مستنبه للحمام بتاعك، يعني انت كده في وسط الحمام بتاعك، فانت شايف تشويط الزغاليل بتاعتك ازاي. لهم اللي هم مشوطين كويسين، والحمام مستنبه لنفسه، والحمام بيجي يحط وابتدى رجله تخف من على الظهر، وعارفين هم قايمين منين. وخد برده اساسيات، لان هو الزغلول في عز التشويط لما بيقوم بقى، يعني مثلا هو قايم لوحده، قايم من الطرفه دي يلف الدنيا ويجي على الطرفه دي، قايم من الطرفه دي يلف الدنيا ويجي على الطرفه دي، يبقى هو الزغلول عارف هو قايم منين، وبيجي يرسم من المكان اللي هو قايم منه، يعني بيجي يحط في المكان اللي هو قايم منه. طيب الزغاليل انا شايف اللي هي مثلا ايه هتبتدي تمسك بعضها، طب وما خدتش كفايتها في التشويط بتاعها. في الحاله دي لو انا هلاقيهم اللي هم يمسكوا بعضهم، لا انا هخليهم اللي هم يمين ثلاثه تاني، اقفل عليهم وارجع اخليهم يتفركشوا من بعض تاني. لكن انا الزغاليل بتاعتي دي ابتدت اللي هي تلم بعضها، والحمد لله مشوطين واخدين حقهم ثالث وثالث. اول فاز عليهم ما بقوش اللي هم يلموا بعضهم، بتبقى كتف واحد. مع الوقت كل شويه بتديهم واحده، بيبداوا اللي هم يجمعوا بعضهم، النهارده خمسه بعده سته بعده ثمانيه كده، لغايه ما يبقوا مجموعه واحده. عشان تصنعهم ويمسكوا ببعض على طول، فيهم فزعه اساسيه قبل ميعاد الكلفه بتاعتهم دي، بتسهل عليك وبيتلموا في منتهى السهوله. برضه عشان ما نطولش عليكم، عشان الواحد لسه رجع من الشغل ومتاخر، برضه عشان الحمام ده ما نظلموش. وما تقلقش من اي حد طول ما الزغلول بيشوط، والنبي لو مجال منصوب جنبك ما تقلقش منه، ما تخافش من ان هو حد يحوش لك فايده حمو القصه دي. ادهم ان شاء الله هيجوا بعد كده. الاول كانوا بيجوا هيبصموا على الظهر، لما بتبدا اللي انت تصنع فيهم وتلم فيهم، الحمام ده هيبتدي اللي هو يطلع من مصطبته على السما على طول. كل ده هنشوفه مع بعضنا. بص اللي انا بقول لك عليه، بص 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 بص، عايزك تركز. بص بص طلعوا عملوا ازاي؟ قلت لك مش محفظهم هيعملوا ايه؟ كده هم هيقول لك يلا احنا في عز ايه بقى؟ لمنا. ماشي. بص يا رجاله انا ما دخلتش فزعت، عشان في كام واحده هنا، لكن اهو. بص يا رجاله، عايزكم تركزوا في كل حاجه اللي انا بقولها لك دي، اقسم بالله ما حد هيجيب لك مصارينها كده في حته تربيه الزغلول. قلت لك قبل ما افتح المصطبه بقول لك دلوقتي هيبداوا اللي هم يطلعوا هيمسكوا السما. اول ما يبداوا اللي هم يجهزوا بقى خلاص، انا كده هبتدي اللي انا اطرق المصطبه مني للسما على طول، مش هطلع ابصم على الظهر. بص تشويته، الصلاه على النبي. ليه بقى؟ لان انا شلت اللي بقى يكسلهم، شلت اللي هيكسلهم. دا
دولت قاموا شوطوا مفيش حاجه على الظهر خلاص فاضي اهو. بص النبي لو مجال معدي من عليا يا مرحب بيه اهو. بص بص الزغاليه عامله ازاي، كل واحد في وادي. متعرفش بقى مطلع لسانك كده وها، هما راحوا فين وجم منين إيه؟ لا انت اعرف هو بيحطوا ازاي وبيعملوا ايه. اهو يلا بقى اجمع هنا. اجمع اجمع عضه يلا عضه كله اجمع عضه اهو. تعالى تعالى اهو. تعالى انت كمان بص يا رجاله اهي. دي واحده كده كانوا متفركشين بقى وكل واحد في ايه في وادي. هنسيبهم شويه كده قبل ما مسألوهم واسيبهم اللي هم ايه شويه برضو يبرطعوا كده على الظهر، لان الحمام ده مش هيطول على الظهر. الحمام ده هيطلع هيتفسع الاولانيه، بعديها بدقيقتين ثلاثه ولا بخمس دقايق تديهم واحده ثانيه، بعد كده هتديهم واحده ثالثه، هتبدا اللي انت كل شويه تديهم فزعة، يا اما تديهم راس عشان خاطر اللي هم يلموا بعضهم. دلوقتي انا اديتهم واحدة يعتبر هم هيعملوها لوحدهم، اول ما طلعوا من المصطبة عملوها لوحدهم. طيب فيهم واحدة هنلمهم عليهم، يعني فيهم واحدة قبل ما نلمهم كده وبعد كده يحطوا يتلموا على المصاطب بتاعتهم على طول. دي بالنسبة للطريحة دي. طيب في كام زغلول هنا اهم، ادي دلوقتي اهم كام زغلول دولت. دولت بيتلموا الكبار دولت اللي هم خلاص هيبتدوا اللي هم يتصنعوا او يبتدوا اللي هم يمسكوا بعضهم. هاي اهو بص دي التانية بتاعتهم. دولت هيتلموا ودول يتفتحوا عشان خاطر ياخدوا بشارهم تالت ومتلت في قلب الغيه. تمام رجاله. طيب في واحد كان عارفني وكان ايه معصبني اللي هو كان بيطلع فوق وماسك العماره دي الورد ده، سكن باب اهو سكنته كده باب بعيد عن العماره خالص، وش المصاطب ده وش المصاطب ده للعماره، وما رضيتش احطه هنا عشان ما يبقاش وشه لقلب العماره. انا بنسيه دلوقتي، هاخد ده مش هحطه في وسط اخواته، لا انا هسيب اخواته عشان يشوطوا عشان في عز تشويتهم ما يركبش عمارة قدامهم يقلدوا بعضهم، لا انا اسيبهم براحتهم كده اهو، اسيبهم كده براحتهم اهو. وده احجزهم انهم احطه في الطريحة الصغيرة، احطه في الطريحة الصغيرة يمكن ما شبعش من قلب الغية بتاعته. تمام رجالة. ادي زغللنا اهو. الصلاة على النبي، ربنا يبارك للناس كلها ويرزق الناس كلها باللي احسن ان شاء الله. تمام رجالة عشان ما نطولش عليكم ان شاء الله هنرجع لكم تاني كده اهو، واحنا بنلم الزغاليل دي ونوريها لكم كده وهم اخر فاز عليهم يعتبر النهارده. تعال تعال بص 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 اهو 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 اهو. سامع حاجه؟ مش سامع حاجه اهو. سامع؟ ولا هبده ولا رزعه ولا اي حاجه. الحمام اهو اهو اهو. اسمع خفة الرجل دي ما بتتسمعش، دي بتتحس، دي بقى بينك وبين الزغلول بتاعك اهو. بص اهو
وادي المظاهرة اهو اللي كان فيها. تمام رجالة، هنرجع لكم تاني ان شاء الله.